مرحبا. أجواء خريفية متقلبة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الجو غائم مع احتمال تساقط أمطار بالمناطق الجنوبية وبالبقاع. أما الحرارة معتدلة والهواء متوسط السرعة والرطوبة عالية على الساحل البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة 122 درجة. أما اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب صباحا على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يلي عم تتراوح ببيروت بين 12 وال 24 وفوق الجبال بين 9 وال 15 وبالأرز بين 2 و 8 درجات وبالبقاع بين 7 و 16 وبجنوب بين 10 و 17 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية وبنبدأ تحديدا من عيون الغزلان 10، الزهرية 22، العقورة 22 درجة، حارة حريك 24، ومن بعدها بننتقل للصالحية 22 وتير حرفة 22، تبنين 18، جرجوع 17، خلوات 17 درجة وتعنايل 17، وأخيرا بتنتهي جولتنا بشربين 19 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين ال 45 وال 75%، حرارة سطح الماء 22 درجة وسرعة الرياح بين 10 و 30 كم بالساعة ورياح جنوبية غربية لشمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين خلينا نشوفهم سوا. الأربعاء بين 12 وال 24 والخميس بتوصل ل 26 درجة ونهار الجمعة بين 12 وال 25 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا عمان 18 ودمشق 17 ومن بعد الجزائر 14 والقاهرة 24 درجة وأخيرا روما 16 درجة. وهيدا كان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.